يعيش المغربي حكيم زياش أسوأ أيام مسيرته الكروية على الإطلاق، بعدما أصبح الوضع في صفوف جالاتا سراي مشابهاً لما تعرض له مع نادي تشيلسي الإنجليزي، وبات على أعتاب الرحيل. أصبح غير مرغوب فيه. هذا هو الوضع بالنسبة للنجم المغربي حكيم زياش الذي يعاني في صفوف جالاتا سراي التركي في الوقت الحالي، وأصبح قريبا من الطرد من صفوف الفريق رغم مشاركته في تتويج جالاتا سراي بلقب الدوري التركي في الموسم الماضي، وتفعيل إدارة الفريق بند شراء اللاعب المغربي من صفوف تشيلسي الإنجليزي. تحاول إدارة النادي في الوقت الحالي التخلص منه. وضع زياش مع حامل لقب الدوري التركي أصبح غامضا، ولم يصبح واضحا ما إذا كان سيواصل رحلته مع الفريق أو سيرحل في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية الحالية. مدرب جالاتا سراي وجه انتقادات كبيرة لحكيم زياش في ظهوره الأخير، وهو ما يوحي بأن اللاعب المغربي لم يعد مرغوبا في وجوده داخل صفوف الفريق، خصوصا بعد الإصابات العديدة التي تعرض لها في الموسم الماضي. التقارير الصحفية أكدت أن إدارة جالاتا سراي التركي عقدت اجتماعا مع وكيل أعمال المغربي حكيم زياش، وكان الغرض من الاجتماع هو مناقشة مصير اللاعب بعد تفعيل بند الشراء من صفوف تشيلسي. وكيل زياش أكد للإدارة أن هناك العديد من الأندية التي أظهرت الاهتمام بضم النجم الدولي المغربي في الوقت الحالي، ولا يمانع الحصول على عرض رسمي من أحد هذه الأندية ليرحل عن صفوف الفريق التركي. التقارير أكدت أن إدارة جالاتا سراي بالفعل ترغب في التخلص من حكيم زياش في الصيف الحالي في ظل المعاناة من راتبه المرتفع لحد كبير بالنسبة لرواتب بقية اللاعبين. الراتب ليس السبب الوحيد في رغبة النادي التركي في التخلص من حكيم زياش، إذ أن إدارة النادي كذلك تضع في عين الاعتبار الملاحظات السلبية التي وردت إليهم من خلال مدرب الفريق في الوقت الحالي بشأن أداء اللاعب المغربي في الفترة الماضية. إدارة جالاتا سراي اجتمعت مبكراً مع بداية الموسم الجديد لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة أمام بشكتاش في نهائي الكأس بخماسية نظيفة، وهو ما دفع إدارة النادي للاستقرار على أن ويلفريد زاها وحكيم زياش أحد أسباب هذا الأداء الضعيف. أخطرت إدارة جالاتا سراي الثنائي الإيفوري ويلفريد زاها والمغربي حكيم زياش بأن يبحث عن فريق جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل عدم الحاجة لخدماتهما في الوقت الحالي. رواتب كبيرة ومستويات متراجعة، هذا ما يمكن أن نلخص به مستوى زياش الحالي مع جالاتا سراي وتحرك إدارة الفريق للتخلص منه.